شيخ عصام، يعني خلينا نقول ان احنا قدام خيارين فقهيين، نعم، داخل اطار المذاهب الاربعه، خيار يجيز للمراه ان تكون قاضيا في القضاء الاداري والقضاء المدني، ولا يجوز لها ان تكون قاضيا في الاحوال الشخصيه ولا في الجنايات، هو مذهب ابي حنيفه. وحتى هذا المذهب كثيرون من الحنفيه خالفوا فيه راي الامام او المنقول عن الامام. ورأي يرى أن المرأة لا تتولى القضاء مطلقا. لو أخذنا برأي أبي حنيفة فنحن نتحدث عن دائرة محددة للغاية، وهي دائرة القضاء الإداري ربما، أما ما عدا ذلك من صور القضاء فإن المرأة لا تتولاها لتعارضها مع طبيعتها، لو أخذنا برأي أبي حنيفة. ثم إنه هذا في رعاية الوظيفة الاجتماعية للمرأة. الرجل القاضي ده اللي مثلا شغال في النيابة ممكن تقع جريمة الساعة 3 الفجر فيستدعى، مش كده ولا ايه؟ طبعا، وينزل فورا ويروح مكان مقطوع ويروح مكان موحش ويروح يشوف مناظر بشعة. هل المرأة دي وظيفتها الاجتماعية مطالبة انها تخوض هذا الغمار القاسي يعني؟ نعم، احنا كده ده المهم اللي انا حبيت ان احنا نتناوله. الخلاف الفقهي سيظل خلافا فقهيا، صحيح، وسيظل من ينتصر لرأي له عليه أدلة وافقته ام خلفته. يعني أنا شخصيا ما عنديش أزمة في أني الرأي الفقهي يكون الإجازة بالإطلاق أو بغير الإطلاق خالص، بالمناسبة يعني عشان بس الناس تعرف أن احنا بنفصل بغير الفقهي. إنما أنا اللي بيهتم بيه أكتر ماذا سيضيف إلى منظومة العدالة في مصر تولي امرأة أو مسيحي. بنقش الرأي الفقهي خلاص، ده ما قاله معروف. إنما أنا النهاردة، احنا النهاردة في ناس واخدة اتعدمت اتشنقت، ما فرقش معايا أن القاضي راجل ولا ست. منظومة العدالة، المؤسسات نفسها بتاع العدالة، اللي وكيل نيابة كان بيتجاب من بيته يروح السجن يحقق وده مخالف، اللي وكيل النيابة جاله متهم متعذب ما صدق، جه قال له ده انا متعذب، قال لي الضابط ايه ده؟ ده الواد جاي بينكر، ارجعوا بيه لحد ما يجي لي يعترف. هو ده اللي يفرق معايا، مهم جدا. صحيح، ما نفرحش يا جماعة بإجراء امرأة رجل مسيحي مسلم، انا مش فارق معايا، مش فارق معايا، بتكلم من حيث الواقع. رأي الفقه والشرع أهله يحسمون فيه وبيحسموها وخلصانة مع الناس. الأهم أنا ما أفرحش بلقطة، لقطة مقصود بيها أني منصات القاعة للمرأة، تمام، يفرق معايا إيه أنا كمواطن في منظومة العدالة؟ ده اللي يفرق معايا. اتنين في الصورة هنا، هي محاولة تجميل شكلية، طبعا تماماً. طبعا شكلي تماما، شكلية تماما. بدليل ليه؟ يهمني المعايير اللي تم اختيار القضيات دول ايه؟ صحيح، عشان اضمن عدالته. صحيح، كل الصور احنا شايفينها دول كلهم بنات قيادات امنيه وقضائيه، صح، بدليل ان ولا اعلامي واحد، هاتوا لي الصوره ثانيه يا جماعه عشان الناس تبقى معايا على المشهد، انا عايز الصوره بس، صوره القضيات دول، هاتوا لي الصوره بعد اذنكم ضروري، لان اللي هعلي عليه ده يعتني بده. لو الصوره دي، لا مش صوره، اللي عايز المجموع مع بعض، صوره المجموعه اللي واقفين مع القضاء العدد ال 96، مش صوره واحده، لا عايز اهو بس اقف لينا، عد كام محجبه وكام واحده مش بحجاب، كلهم بحجاب الا واحده واثنين. انا ما بتكلمش على الحجاب دلوقتي، انا بتكلم لو المشهد ده في مشهد اخر ودول مش بنات قيادات امنيه وقضائيه، لخرج كل مسعور الاعلام يهاجموا التخلف، يدخل الى ساحه مش عارف ايه عشان الحجاب. انما لان دول بناء قيادات قضائيه وامنيه، كله حاطط الجزمه ببقه. مساله واضحه جدا. فيا اخوانا ده شكل وليس جوهر يتعلق لا بالعداله ولا بالحقوق ولا بالقضاء خالص، انما يتعلق باني منظر، والا وشوفوا المنظر كلهن بلا عدد محجبات. فين بقى ابراهيم عيسى وصلاح منتصر واسلام البحيري ان الحجاب رمز التخلف؟ مش ما يقدرش انت بقى يفتح بقه، لان عنده اصلا حرم رئيس الدوله محجبه، فمش هيقدر يفتح في الحته دي. انما يجي على مين؟ الغلبانه المحجبه اللي في جامعه القاهره والغلبانه واللي في المدارس الثانويه، يقول لك رمز التخلف، هتلاقي فاطمه نعوت على مش عارف مين. لكن المشهد ده اتحدى لن تجد واحده ولا واحده من الاعلام الهائج على مؤسسه الازهر وعلى ثوابت كالحجاب وغيره مش هيفتح بقه، لان عارف بيضرب في مين في المرحله دي. فاذا المشهد يا جماعه ده اللي انا يهمني التعليق والتركيز عليه، منظومه العدل والقضاء بماذا ستستفيد من هذا الاجراء؟ ده الاهم عندي. اثنين، هذا المشهد اللي هو اصلا ده تجميل لشيء ومكافاه لهؤلاء ابناء، لانه دول كلهم مش ممكن جنبهم سابقه.
إلا منهم في قلب بعضهم برضو يعني. وما سمعناش عن أي مسابقات ولا عن أي إجراءات واضحة لاختيار. أنت عندك في طالب انتحر وكان الأول عشان قال له لأنه لا غير لائق اجتماعيا. انتحر. هذه الجريمة. في واحدة من دول مش لائقة اجتماعيا؟ مستحيل. طيب على أي حال الموضوع موضع نقاش اجتماعي وخلاف فقهي، وسيظل كما تفضلت الخلاف والنقاش دائرا ومحتدما، وليست العبرة في الأخذ بهذا الرأي الفقهي أو ذاك، لكن العبرة بالوصول إلى مقصد وجود منظومة قضائية في دولة من الدول، وهو إحقاق الحق وإقامة العدل وإنصاف المظلوم وتبرئة البريء وإدانة المدان. أما عندما تكون المنظومة القضائية تدين البريء وتبرئ المدان فإنها منظومة ساقطة، سواء تصدر لها الرجال أو النساء.